بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقف أمام سيادتكم اليوم محملا بكثير من رسائل الحب والاعتزاز والتقدير من مواطني محافظة الأسكندرية لجهد سيادتكم في جميع المجالات ببلدنا الحبيب وخاصة محافظة الأسكندرية. لتشهد هذه المحافظة العريقة اليوم افتتاح مشروع تطوير محور المحمودية، شريان الأمل الذي يضع الإسكندرية على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة. لقد كان خطاب سيادتكم خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية في يوليو 2017 منهجا وبداية للنهوض بالإسكندرية لتعتلي عرش عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى، حيث وجهتم سيادتكم بتكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطوير المحاور المرورية ومنها محور المحمودية، وبدأ تنفيذ الأعمال بتاريخ إبريل 2018 ليكون محور مروري حر يحمل في طياته من مشروعات تنموية وكباري سيارات علوية وسطحية معدنية وخرسانية وكباري مشاة ونقاط تنموية وفرص استثمارية وتطوير شبكة ومنظومة الري والمياه لتأمين احتياجات مستقبل أهالي الأسكندرية، حيث كان للأسكندرية تخطيط شبك إغريقي يعتمد على عدد 2 محور رئيسي، طريق الكورنيش بطول 16 كيلومتر وطريق الحرية بطول 14 كيلومتر والربط بينهما بمحاور عرضية، وحيث أن الأسكندرية شريط ضيق موازي لساحل البحر الأبيض المتوسط وليس لها ظهير للامتداد العمراني سوى في الاتجاه الغربي، ومع النمو السكاني ومخلفات البناء أصبحت لا تستوعب الكثافات المرورية لحوالي 5.5 مليون نسمة، يتمركز 40% حوالي 2.5 مليون نسمة في نطاق ترعة المحمودية. ومن هنا جاءت الحاجة الإضافية لإضافة محور مروري تنموي موازي للمحورين السابقين مع تنفيذ عدة محاور عرضية تربط بين المحاور الرئيسية خارج المدينة والمحاور المرورية داخل المدينة من خلاله. وعلى الفور وتنفيذا لتوجيهات سيادتكم تم تحرير وثيقة محور محمودية لتضم كافة الجهات المعنية بالدولة، وتشمل الوثيقة محاول الدراسة وأهمها الدراسة المائية وتقييم الأثر البيئي للمشروع والدراسة المرورية وأعمال النقل العام والدراسة الأمنية والأعمال الهندسية، كما تشمل الدوافع والمكتسبات والأهداف لتنفيذ المشروع. صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا برئاسة السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، وبدأ تنفيذ المشروع ومواصلة الليل بالنهار لإنجاز مشروع شريان الأمل وتحوير ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان المروري حر ومحور تنموي متكامل بطول 22.1 كيلومتر، بدءا من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بكيلو متر 55 ترعة المحمودية شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بكيلو متر 77.1% ترعة المحمودية غربا. وينقسم المشروع إلى قطاعين، القطاع الأول قطاع المكشوف ويمتد من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بكيلو 55 ترعة المحمودية وحتى محطة مياه السيوف بكيلو متر 62.7 ترعة المحمودية بطول 7 كيلو و7 من عشرة، وتم تأهيله لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف والامتداد المستقبلي لمحافظة اسكندرية بإجمالي مقنن مائي 1.2 مليون متر مكعب يوم، وإنشاء عدد 5 حارات مرورية بكل اتجاه على جانبي القطاع المكشوف وتدبيش أجناب الترعة وتطوير عدد 27 مأخذ للمياه العكرة على جانبي الترعة. ثانيا القطاع المغطى ويمتد من محطة مياه السيوف بكيلومتر 62.7 ترعة محمودية وحتى المصب بالدخيلة بكيلومتر 77.1 ترعة محمودية بطول 14 كيلو و3 من 10 كيلومتر، من خلال إنشاء هضار مياه رئيسي للتحكم في كميات المياه لعدد 2 خط مواسير مياه خرسانية تعمل بالانحدار بإجمالي أطوال حوالي 30 كيلومتر حتى المصب، وهي عبارة عن خط مياه الري والصرف الأمطار والثاني خط طوارئ حال زيادة منسوب المياه، وكذا عدد 2 خط مواسير
مياه بولي إيثيلين تعمل بالطرد لتغذية محطات المياه، وتم تغذية خط مواسير بولي إيثيلين مثقب لرشح المياه الجوفية بطول حوالي 13 كيلو متر، مع إزالة الإطماءات المتراكمة عبر السنين بقاعة ترعة بأعماق تصل إلى 9 متر بإجمالي حوالي 2 مليون متر مكعب، وعمل تدبيش لقاعة ترعة بدبش الدولميت بإجمالي حوالي 1.2 مليون متر مكعب. فضلا عن نقل ورفع كفاءة المرافق بطول المشروع وتنفيذ خط كهرباء تغذية محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالإسكندرية التنقية الشرقية، ورفع كفاءة صحارة ترعة مياه الشرب المغذية لرفع محطة مياه شرقي والمنشأة منذ عام 1920، ثم تنفيذ شبكة صرف مياه الأمطار على محور المحمودية منفصلة عن شبكة الصرف الصحي للمدينة على خلاف الوضع القائم والسائد بالمحافظة. يسهم مشروع محور المحمودية في رفع كفاءة الإنتاجية لكمية وجودة المياه والضغوط بالشبكات، وبالتالي حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية وتأمين التوسعات المستقبلية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة. تم تنفيذ أعمال طرق أسفلتية بكامل المشروع بإجمالي حوالي 850 ألف متر مسطح، وشبكة للإنارة الرئيسية بإجمالي حوالي 3300 عمود إنارة. ويخدم المشروع أربع أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستويات اجتماعية متفاوتة، وهي أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الأسكندرية، بالإضافة إلى خدمة باقي الأحياء من خلال المحاور الرئيسية والفرعية، حيث تتخلل المشروع عدد 12 محوراً عرضياً لربط الشريان بالأحياء الداخلية ليعطي بارقة أمل لمدينة الأسكندرية للخروج من أزمتها المرورية، فضلاً عن وضع الأسكندرية على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة. من أهم تلك المحاور العرضية محور ربط على ميناء أبو قير الجديد بطول 16 كيلو متر وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وتفرع منه وصلة طريق المعمورة بطول 3.2 كيلو متر ربط شرق الأسكندرية وميناء أبي قير ومنطقة المعمورة بمحور المحمودية والطريق الدولي الساحلي وطريق اسكندرية القاهرة الزراعي. فضلا عن تنفيذ 7 كباري سيارات علوية جديدة بإجمالي أطوال حوالي 8.7 كيلو متر. وطبقا لتوجيه سيادتكم فندم، حضرتك أمرتنا أن جميع الكباري سواء سيارات مشاة أي منشآت مناطق تنموية يتم إطلاق أسماء الشهداء من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية ومن القطاع المدني على أسماء الكيانات اللي تم تنفيذها. الكوبري الأول بطول 960 متر بمنطقة أبو سليمان، الكوبري الثاني بطول 600 متر بمنطقة أنتونيادس، الكوبري الثالث بطول 2470 متر بمنطقة صينية مطار النزهة، الكوبري الرابع بطول 1485 متر بمدخل اسكندريه من الطريق الزراعي من خلال الربط بمحور 14 مايو، الكوبري الخامس بطول 665 متر بمنطقه غيط العنب، الكوبري السادس بطول 1870 متر بغرب الاسكندريه لربط محور محموديه بالطريق الدولي الساحلي، الكوبري السابع بطول 300 متر بشرق الاسكندريه لربط محور محموديه بكوبري الطريق الدولي الساحلي. كما تم الاستفادة من المساحات المكتسبة أسفل كباري السيارات العلوية كأماكن للدوران للخلف، وكذا تنفيذ المحال والمولات التجارية وأماكن انتظار السيارات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوبري وتوفير فرص عمل غير محدودة للشباب، بالإضافة إلى تجميل جانبي مطالع ومنازل الكوبري والكباري بأجمعها بجدريات مستوحاة من التراث السكندري. أما عن القطاع المكشوف، تم تنفيذ عدد 5 كباري سيارات سطحية للدوران للاتجاه الآخر لربط جانبي المحور وإنشاء كورنيش للتنزه الأهالي بطول القطاع، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد 22 كوبري مشاة ذات طراز معماري متميز للربط بين جانبي المحور بإجمالي أطوال 1360 متر طولي. تم خفض منسوب الطريق بأعمال أنفاق سطحية أسفل كوبري الناموس وكوبري خط قطار سكة الحديد القاهرة الإسكندرية المتقاطع والمار أعلى محور المحمودية لتحقيق ارتفاع قانوني 5.5 متر. يسعى محور المحمودية الجديد من 5 إلى 6 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأوتوبيس النقل العام الكهربائية الصديقة للبيئة بنظام PRT خط الأوتوبيس السريع، وتوفير عدد 15 أوتوبيس كهربائي ساعة الأوتوبيس 70 راكب تعمل بثلاثة أنظمة خطوط حركة على المحور، وتراوح ثمن التذكرة من 5 إلى 10 جنيهات
طبقا لعدد المحطات. جميع الخطوط تعمل ذهابا وإيابا بين المحطات الرئيسية بحارة مخصصة بالقطاع المغطى للمحور بطول 11 كيلو متر للرحلة في الاتجاه الواحد بإجمالي عدد 32 محطة على جانبي المحور. كما شملت أعمال التطوير قيام وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة إسكندرية بحصر جميع المساحات والأراضي الفضاء غير المستغلة والمصانع المعطلة بقطاع الأعمال والتي لا تعمل بكامل طاقتها بإجمالي مساحة حوالي 2 مليون متر مسطح، بهدف إعادة برامج لتأهيلها والاستفادة منها بإنشاء كيانات تجارية وإدارية واجتماعية وتنفيذ مشروعات إسكان بكافة مستوياتها لتحقيق أعلى عائد منها باعتبار محور محمودية محور تنموي متكامل لمحافظة الإسكندرية كما وجهتم سيادتكم، وكذلك الاستفادة من 320 ألف متر مسطح أراضي مكتسبة ناتج أعمال تخطيط المحور. تم الاستفادة من بعض الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال تخطيط المحور بمنطقة سموحة بإنشاء عدد 3 بحيرات صناعية بإجمالي مسطح مائي 17 ألف متر مسطح وتضم مساحات تجارية حول البحيرة الثانية والثالثة بإجمالي عدد 99 محل تجاري بمساحة 4400 متر مسطح وممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه. وكذلك تم تنفيذ عدد 14 نقطة تنموية بإجمالي مساحة 72 ألف متر مسطح ضمن الأراضي المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالي وتشمل دور عبادة وساحات شعبية وحمامات سباحة وملاعب ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومدارس تعليم أساسي ومحطات وقود. وتنفيذ نصب تذكاري بجوار هضار المياه ببداية القطاع المغطى وتم تنفيذه من خامات صديقة للبيئة وبعناصر تصميمية مستوحاة من التراث السكندري لعروس البحر الأبيض المتوسط ليكون رمزا للمشروع ومزارا ومتنزها لأهالي المدينة. سيادة الرئيس، شارك في المشروع عدد 4 مكاتب استشارية مصرية بطاقة 80 مهندس وتم تنفيذ المشروع بقرابة 40 شركة مقاولات وبحجم معدات تصل إلى 1200 معدة ثقيلة و6000 عامل ومهندس وفني، ويوفر المشروع حوالي 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 200 ألف فرصة عمل بالمشروع. ويعد المشروع محورا تنمويا متكاملا سيلبي كل متطلبات التنمية والحركة الاستثمارية وحل المشكلة المرورية محافظة اسكندرية، وكذا خدمة التوسعات العمرية الجديدة بمساحة 18 ألف فدان وخفض الكثافات المرورية على المحاور الداخلية للمدينة. لقد تم إنجاز هذا العمل بمعدات أداء قياسية في عامين ونصف وفي ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للأمن وسلامة القوى البشرية العاملة بالمشروع، وهو ما لم يكن بالأمر يسير. كما أنه جاري الآن دراسة استكمال محور المحمودية ليكون محور موازي للساحل الشمالي للبلاد للربط محافظات غرب جمهورية مصر العربية مطروح والأسكندرية والبحيرة بمنطقة الدلتا ومدن القناة وحتى أرض الفيروز الحبيبة سيناء، حيث أن محافظات غرب جمهورية مصر العربية حاليا تعتمد على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي المار بمراكز المدن لربط بالمحافظات غرب ووسط الدلتا، وكلاهما أصبح يعاني من كثافات المرورية وكثرة الروافد عليهما مما أدى إلى ضرورة وجود محور ربط جديد. فندم بعد سيادتك، دي سيادتك خريطة جمهورية مصر العربية. طريق الدولي الساحلي حضرتك واضح ان هو ماشي من محافظة اسكندرية، رابط محافظة اسكندرية ومحافظة البحيرة ومن شمال الدلتا ونازل لغاية ما وصل لمدن القناة ومدينة الاسماعيلية. جميع الطرق افندم المخططة، طريق رود الفرج، طريق وادي النطرون، طريق القاهرة الإسكندرية وكثير من الطرق المنفذة طبقا لخطة الدولة أو حتى المخططة بتتجه من اتجاه الجنوبي لاتجاه الشمالي، لكن الحقيقة هو المحور الوحيد حاليا اللي بيربط مدن غرب الدلتا بمدن الدلتا ومدن شرق الدلتا، ما فيش الدولة الساحلي، وده أصبح حالته دلوقتي نتيجة الكثافة السكانية الكتيرة العشوائية بقاش يستوعب الرحلات اللي موجودة هنا. يا فندم ده محور المحمودية يا فندم في من مدينة اسكندرية ورابط على طريق الساحلي وطريق الدولي الساحلي حتى محافظة مطروح،
ويبدأ من اسكندرية، ثم ده فرع رشيد فندم النيل بيعدي ان شاء الله لو حضرتك امرتنا ان احنا ننفذ. اسكندرية قطاع فيها 22 كيلو واحد من عشرة، المتبقي من الترعة 55 كيلو، بطول الترعة من المنبع بفرع رشيد وحتى المصب بالدخيلة 77 واحد من عشرة كيلو، احنا نفذنا 22 بس منهم. الطرق الداخلية جوه الدلتا في طرق كتير منها تستوعب ان احنا نربط عليها، او قد نحتاج الى ان احنا نعمل بعض الانفاق، بعض الكباري، نوسع بعض الطرق لربط المحور المحمودية في وسط الدلتا، ثم يتربط في شرق مدن شرق الدلتا لغاية لما يوصل لغاية منطقة مدن القناة ويعدي القناة بالمشاريع العملاقة اللي معمولة هناك. وده هيوفر فندم المحور ده سيادتك موجود عندنا هنا فوق، ده هيبقى طوله من أول اسكندرية لغاية لما يوصل لشرق القناة هيبقى 268.6 من عشرة كيلو متر، يعني محور مش طويل جامد يعني. سيادة محافظة اسكندرية فيها 22 كيلو متر، محافظة بحيرة هيبقى فيها 55 كيلو متر، داخل الدلتا هيبقى 71.5 كيلو متر، من فرع دمياط حتى القناة هيبقى سيادتك 120 كيلو متر، بإجمالي 268 كيلو متر. يا أحمد. أي فندم. تفتكر يكلف كام؟ احنا فندم محور المحمودية اللي هو 22 كيلو وده داخل مدينة الاسكندرية حوالي زي ما الدكتور مصطفى وسيادة الدكتور مصطفى قال 5.5، بس احنا سيادتك تم اضافة بعض الاعمال شوية سيادتك، فيعني لو ده قلنا سيادتك حوالي 7 مليار جنيه داخل الاسكندرية، وسيادتك ده يمثل 2.5 22 كيلو من 55 كيلو، يعني يا فندم لا لا اللي انت بتقوله لغاية الاسماعيلية ال 268 اللي هو فاضل لك 240 كيلو عشان تعملهم. من هنا لغايه هنا يا فندم. ما هو يا فندم انا هربط يا احمد. اي فندم اللي انت بتقول عليه ده لو انت حبيت تعمله كده اذا كان ال 20 كيلو كلفوك 7 مليار تمام فندم، يبقى ال 200 هيكلفوك كام؟ هتكلفوك يا احمد. انا مش ضد بالمناسبه يعني، خليني ايه حته حته كده. طيب اذا كنت انت ال 22 كيلو كلفوك 7 طيب يبقى ال 50 هيكلفه قد ايه؟ هيكلفه اثنين. تمام يعني 15 مليار. 15 مليار. طيب اللي بعدهم برضو 70 كيلو هيكلفه قد ايه؟ ما انا فاهم مش هتشيله جديد، انا هربط على الطرق الموجوده يا فندم. اذا يعني كنت انا فاهم الدلتا فيها طرق. لا 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 ده جديد؟ لا ده اتجاه يا فندم، لكن هنا اوريدي في طرق يا فندم موجوده جوه الدلتا وجوه. طيب انا خليني اللي انا عارفه دلوقتي كويس هعدي من كوبري نبروه يا فندم. استنى بس اللي انا عارفه كويس اللي هو طريق البحيره اللي هو لغايه بدايه تمام فهمت مش كده؟ تمام اللي هم الحاجه و50 كيلو دول 55 هم دول اللي ممكن نقول ان احنا واضحين بالنسبه لنا والباقي ندرسه تمام والباقي ندرسه تمام. وبعدين انت بتتكلم في تمويل مش بس على قد انك انت الطريق اللي بتعمله والمحور اللي بتعمله، انت عايز تعوض والناس اللي موجوده وهتشيلها من مكانها ال 5500 بيت اللي انا خدت بيهم تمام دول، انت عايز تبدلهم تمام، يعني ده كمان هتدخله في الايه؟ هتدخله في الحساب طبعا طبعا. يعني انت بتكلمني عشان نعمل المنطقه دي يا دكتور مصطفى هتكلف لي بتاع يجي 20 مليار جنيه احمد للبحيره يا فندم. تمام فندم. لا بالتعويض اللي أنا انت النهارده لو احنا فندم اتعمل لك مكان اماكن لل 5000 وحده دول هيكلفونا كام؟ مش اقل من مليار مليار ونص مش كده؟ بالظبط. طيب يبقى ده هتحسبه معاك تمام. مش عايز اطول عشان بس احنا في حاضر. على الهوا يعني، لكن اقدر اقول ان انت بتتكلم في لو كان الباقي ده يدرس لو كنتوش درستوه تمام ونشوف اذا كان ده دكتور مصطفى ايه يتمشى مع خطه خطه الدوله في كمحاور كفكره ماشي، ما كانش احنا بنتكلم فقط على البحيرة. اسكندريه البحيره تمام، ده اللي ممكن احنا نتكلم حاضر. فيه وشوف دقائق التكلفه كلها على بعضها حاضر. ونشوف هيبقى محتاجين نكلف كام. اتفضل. افتتاح المرحله الرابعه المترو محور عرضي عرضي بقى فعلا مش طول عرضي، يعني اللي احمد عامله ده يمكن زي ما هو قال اتجاه وليس يعني مش ماشي على طرق مدروسه. احنا فعلا في محور شغالين فيه اوريدي دلوقتي وعرضناه على سيادتك
من المنصوره، المحله، كفر الشيخ، دسوق، ثم رابط على جناكليز الطريق الصحراوي الغرب. فعلا محور عرضي بحق وفعلا موازي للمحور الساحلي. ادريس احمد معانا واحنا هندي لك. طيب يا كامل تحت امرك. الجزء من اسكندريه للبحيره، الجزء ده اللي هو بيتشاور عليه دلوقتي، اي فن ده اوريدي يا فندم موجود تلات المحموديه ولها برين ولها فعلا يعني الطريق. يعني انت موافق عليه ده اوريدي يا فندم لازم يتعمل، مفيش مشكله خالص. اه لحد طيب. لحد فعلا المحموديه على فرع رشيد طيب. ولكن الباقي ده يا فندم يعني مش طب شوفوا مع بعض وقولوا لي الراي النهائي كامل. حاضر يا فندم. ماشي يا احمد. ماشي فندم تحت امرك. وكما وجهتكم سيادتكم بدراسه استكمال محور حديه محافظه بحيره، وبطول حوالي 55 كيلومتر من تقاطع الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة وحتى المنبع بفرع النيل رشيد بمدينة المحمودية، واستعدادا للمراحل المستقبلية للوصول إلى مدن شرق القناة، وذلك من خلال الخطة الشاملة للتنمية التي تقوم بها المؤسسات الدولة من طرق ومحاور وأنفاق. تم حصر مخلفات الري التي لم تكن محصورة أو محرر لها مخلفات من قبل في نطاق حرم ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، وبلغت 6163 مخلفة، وجاري تنفيذ أعمال الإزالات بالتعاون مع محافظة البحيرة ووزارة الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية بالدولة. ده فندم الإزالات دي حضرتك كنت أمرتنا في ثالث يوم العيد الكبير فندم نحن نبدأ بإزالة المخلفات اللي موجودة على جانبي المية أو المسطح بتاع الترعة، وتم هذا الكلام. وكان في فندم دول 903 من 906 تم هدم على جانبي الترعة، منهم 74 مسجد ومقام. اللي بعده ده فندم حصر كامل من محافظة البحيرة بدي مدن محافظة البحيرة كفر الدوار ودمنهور وابو حمص والمحمودية. إجمالي المخلفات 6163 منهم 906 على مسطاح ترعة المحمودية أو على جانبي المية، تم تنفيذ منهم 903. متبقي عندنا مخلفات 5260 والثلاثة يا فندم اللي هم لم يتم تنفيذهم ده سيادتك سجن مركزي وتمركز لقوات الأمن ومبنى مرور. وده يا فندم حصل تفاهم ما بين السيد محافظ البحيرة والسيد مدير أمن البحيرة على أرض بديلة هيتم فيها زي ما حضرتك شايف فندم. ده فندم الترعة وده كده فندم في اتجاه اسكندرية. المعسكر ده موجود في المكان ده، الطريق تم تحويله وتم تنفيذ الكيان اللي موجود هنا ده. يعني تم التنسيق عليه مش كده؟ تم التنسيق فندم. اللي بعده احمد. وهنا فندم تم التنسيق. اللي بعده. تم فندم توفير الاراضي زي ما سالتك كنت امرتنا ان في 77.5 فدان محافظة البحيرة فندم في اماكن مختلفة وفي مدن مختلفة وفرهم باجمالي 77.5 هيوفروا لي ان انا اقدر اعمل سكن حوالي 13,640 وحده سكنيه. فبالتالي اقدر افندم اكمل الازالات زي ما سيادتك امرت ان انا اتعدي على ترعة المحموديه او على حرم ترعة المحموديه ان انا اعمل سيادتك مساكن وانقل الناس وابتدي اغير الوضع الموجود هناك وابدا التنفيذ على طول. اللي بعده فخامة الرئيس، استعدادنا للافتتاحات اليوم ولتحقيق الاستمرار لخدمة المجتمع السكندري، ولأن بشائر الخير اسكندرية أصبحت من المشروعات الرائدة في مجال محاربة المناطق الخطرة وغير المخططة والعشوائية، ذلك تطوير حضاري الذي لا يستهدف فقط توفير السكن إنما يستهدف بناء الإنسان. ولقد نجحنا بفضل الله في مقاومة العشوائيات وإخراج المواطن منها، ونسعى جاهدين لمقاومة السلوكيات العشوائية. نفتتح اليوم المرحلة الثانية من مشروع بشائر خير 2 بغيط العنب، والذي يتكون من عدد 20 عمارة بإجمالي 992 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز على غرار المراحل السابقة للمشروع. أيضا يتضمن المشروع عدد 208 محل تجاري وعدد 8 مول تجاري بإجمالي مساحة 14,400 متر مسطح. هنا يا فندم أول ما بدينا غيط العنب في بشائر خير المرحلة الأولى إحنا سيادتك عملنا 1,632 وحدة، وعين سيادتك افتتحت 1,869 وحدة بشائر خير 2. يا فندم اللي هنفتحها النهاردة 992 وحدة. طب احنا سيادتك انا مشتغل في بشائر خير 3 و4 و5 بيبقى الارقام
ب 15,000 وحده وب 10,000 وحده هنا يا فندم، عشان احنا شغالين بطريقه الاحلال. يعني يا فندم انا باخد المواطن بسكنه، وعلى قد اللي سكنته بهد وابني واكمل تاني. عشان كده الارقام هنا ارقام مش كبيره، وهنصرف في الاخر للمنطقه دي كلها 20,000 وحده سكنيه يا فندم. مشروع انشاء حضرتك هنا كمان في حاجه عايز اقولها لسيادتك برضو اللي بعده يا ابني. احنا فندم في بشائر الخير 3 سكننا 728 اسره بعد سيادتك ما فتحتها في سكنها في بشائر الخير 3. سياده الرئيس، ان هذه المشروعات الحضريه خير شاهد على استمرار مثيره التنميه، ولكنها ليست نهايه المطاف، فإنه جاري التنفيذ ومخطط البدء في عديد من المشروعات التنموية والاستثمارية تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية وخارجها في جميع المجالات الاستثمارية، استثمار العقاري، فندقي، تجاري، صناعي، حرفي، ترفيهي إلى آخره، بقيمة تكلفة استثمارية إجمالية تتعدى 100 مليار جنيه. تقوم بتنفيذها والإشراف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة. وعلى سبيل المثال مشروع إنشاء مدينة بشائر خير 4 برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة بمساحة 34 فدان بطاقة 4600 وحدة سكنية ومسجد ومستشفى ونادي رياضي اجتماعي ومدرسة تعليم أساسي ومركز حرفي وحوالي 9000 متر مسطح تجاري بتكلفة استثمارية حوالي 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. تم تنفيذ أعمال الردم بكامل المسطح الأرض واختبارات التربة وتنفيذ عدد 2 محطة خلط خرسانة مركزية، وكذا تنفيذ أعمال الأساسات العميقة لعدد 30 عمارة سكنية بإجمالي أطوال حوالي 60,000 متر طولي، وجاري تنفيذ الأساسات السطحية لعدد 16 عمارة. كما واجه المشروع العديد من المصاعب وتم التغلب عليها، منها سوء نوعية التربة وبعد المسافة للمقالب العمومية وتوصيل مرافق التشغيل. مشروع إنشاء بشائر الخير 5 بالأسكندرية بالأباري بمساحة 105 فدان بطاقة 15,500 وحدة سكنية وحوالي 105,000 متر مسطح تجاري بتكلفة استثمارية حوالي 6 مليارات جنيهات، والمخطط نحو كافة الأعمال به نهاية العام الجاري. حضرتك احنا دي المنطقة اللي حضرتك فتحت بشائر الخير 3، دي المنطقة اللي فيها ماء والصيادين بالكامل. احنا يا فندم ما وصلين بالكامل 36 فدان، تم تسكين 728 اسره بوحدات بشائر الخير اللي سيادتك فتحتها، تم اخلاء وهدم المسطحات اللي هم مكان السكان اللي سكنوا 12 فدان بنسبه 33%، جاري تنفيذ الاساسات العميقه لعدد 12 عماره سكنيه في الارض المكتسبه اللي احنا خدناها مكان تسكين الاهالي. اللي بعد، مشروع إنشاء مدينة مشارف العمرية الجديدة بمساحة 550 فدان بطاقة إجمالية 50,000 وحدة سكنية وحوالي 385,000 متر مسطح تجاري، ويغطي المشروع احتياجات الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 36 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. ويضم مشروع إسكان بديل للعشوائيات بشائر خير 6 و7 و8 عدد 25,000 وحدة سكنية، وإسكان اجتماعي عدد 14,000 وحدة سكنية، وإسكان استثماري عدد 11,000 وحدة سكنية، وكذا مناطق خدمات عامة ومنطقة صناعية وحرفية ومعارض تصوير المنتجات وموقف لأتوبيسات النقل العام. وجاري أعمال ردم أرض المشروع بنسبة تنفيذ حوالي 59% وبأعماق حوالي 6 أمتار وبإجمالي كميات ردم حوالي 4.5 مليون متر مكعب ردم حتى تاريخه. وتم تنفيذ أعمال الأساسات العميقة لعدد 60 عمارة سكنية بإجمالي أطوال حوالي 190,000 متر طولي، وجاري تنفيذ الأساسات السطحية لعدد 32 عمارة حاليا. فن هنا فن في مسار خط كهرباء بيعدي سيادتك في المكان ده، وإحنا سيادتك نسقنا مع السيد وزير الكهرباء إن دول 2 خط اللي بعده. دول يا فندم 2 خط كهربائي جهد عالي يمر بأرض المشروع في قطاع بطول 2500 متر، يعني حوالي 2.5 كيلو،
واحنا نسقنا مع وزاره الكهرباء ان هو ده بيعوق شويه، بيعوق معانا تنفيذ اساسات في المكان اللي بيعدي فيه. اللي بعده يضم وجاري اعمال راتبه فندم ب 59 متر، جاري تنفيذ مشروع صواري بارض غرب كارفور بطاقه اجماليه حوالي 22,000 وحده سكنيه متنوعه المستويات ما بين فيلات متصله وفيلات منفصله ووحدات سكنيه مختلفه المساحات ونادي رياضي واجتماعي وكذا مناطق للانشطه التجاريه بمساحه حوالي 250,000 متر مسطح تجاري وبتكلفه استثماريه حوالي 20 مليار جنيه بدون ثمن الارض مرافق. وحاليا يا فندم وزاره الاسكان بتنفذ 15 عماره بالتنفيذ الذاتي في المكان ده يا فندم، واحنا ساعتها نسقنا مع السيد وزير الاسكان ان احنا هنطرح هذا الكلام للمستثمرين وشركات المقاولات في اسكندريه الصغار والكبار للمشاركه في التنميه في اسكندريه، وان هو يقدر يشغل الشركه بتاعته ويقدر يشغل العمال بتوعه، وفي شغل كتير جدا، وهيبقى في اثنين نظام، يا يشارك الدوله بنسبه شراكه يا فندم يشتري الارض بثمنها الاصلي الصحيح. مخطط تنفيذ مشروع جنات مدينة جنات بوابة الإسكندرية الجديدة بأرض الحديقة الدولية بكامل مسطح أرض الحديقة الدولية بطاقة إجمالية حوالي 3600 وحدة سكنية ما بين عمارات سكنية وإسكان فندقي بالإضافة إلى مركز إداري ونادي رياضي وكذا منطقة الأنشطة التجارية بمساحة حوالي 260,000 متر مسطح تجاري وبتكلفة استثمارية حوالي 10 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. وهنا فندم عندنا أربع عروض من الشركات والمستثمرين، في عرض منهم جيد كنا عرضناه على سيادتك قبل كده، وسيادتك أمرت بأن احنا نتفاوض تاني معاهم، وفعلا تم التفاوض وصلنا للنسبة اللي سيادتك أمرت بيها. مخطط تنفيذ مشروع مدينة مروج بمدينة محافظة الإسكندرية من طريق الزراعي بمسطح 182 فدان وبطاقة 11,000 وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات وفندق ونادي رياضي واجتماعي وأبراج إدارية ودور عبادة ومستشفى تخصصي ومدارس لجميع المراحل التعليمية وكذا مناطق الأنشطة التجارية بمساحة حوالي 250,000 فدان 250,000 متر مسطح تجاري وبتكلفة استثمارية حوالي 15 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. ويا فندم السيد وزير الزراعه الحقيقه فندم اعطانا الارض ديت، وسيادتك دي هتعمل في عليها مشروع وعليها فندم حاليا الرسومات بتخلص، الاستشاري بيخلصها وهنرد على طول على الشركات والمستثمرين في الاسكندريه وخارج الاسكندريه. جاري تنفيذ مشروع ابراج السلام بطريق بكورنيش مصطفى كامل بارتفاع 33 طابق وهو اعلى برج سكني محافظه الاسكندريه بطاقة إجمالية 380 وحدة سكنية وحوالي 36,000 متر مسطح تجاري ونادي رأسي بمسطح 5 فدان بالإضافة إلى مطعم سماوي ومهبط طائرات مروحية أعلى سطح المبنى، وجاري التجهيز لبدء أعمال التشطيب بالمبنى بتكلفة استثمارية حوالي 5 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. وسيادتك أعطتنا أوامر فندم إن احنا نبتدي نسوق في الجزء الإداري وفي الجزء التجاري وفي النادي، النادي فندم هيبقى في أعلى البوديوم أو أعلى البوديوم، وده سيادتك هيبقى شقق سكنية. احنا حاليا ابتدينا فندم أعمال التشطيب وإن شاء الله هيخلص إن شاء الله فندم في خلال عام، إن شاء الله هيكون خالص التشطيب بتاعه بالكامل. تم تنفيذ عدد 8 عمارة سكنية بمشروع بيتك في النادي بشارع 38 بمنطقة سموحة بطاقة 340 وحدة سكنية وحوالي 4300 متر مسطح تجاري وبتكلفة استثمارية حوالي 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. وده فندم مشروع تم الانتهاء منه تماما وجاري التسويق فيه وتم البيع فيه وجاري البيع فيه حاليا يا فندم. جاري تنفيذ مشروع فراندا سموحة بأرض آخر شارع 38 والمطر على محور المحمودية الجديد ويتكون من عدد 14 عمارة ما بين سكني وفندقي وسكني فندقي بطاقة إجمالية حوالي 1400 وحدة مختلفة المساحات ومسطحات إدارية وترفيهية وحوالي 6300 متر مسطح تجاري وبتكلفة استثمارية حوالي 4 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق. وده فندم مشروع تم التعاقد مع شركة استثمار عقاري كبيرة وبنسب غير مسبوقة قبل كده، وجاري يا فندم دلوقتي التنفيذ حاليا في مستلم استلام الأرض وجاري التنفيذ فيها يا فندم. علما أنه تم مراعاة الدراسة
الدقيقه للمعايير والمتطلبات التخطيطيه والمعماريه والانشائيه لاماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري والاشتراط الامان للمنشات متعدده الاغراض، فضلا عن البدء في مشروع تطوير حدائق قصر منتزه والتي تم الانتهاء من اعداد الدراسات والتصميمات لتطويرها على يد اشهر بيوت الخبره العالميه، ولقد اطلقتم سيادتكم اشاره بدء الاعمال بها في يوم 5/8/2020، وجاري حاليا اعمال التطوير بها على التوازي مع اعداد المخطط الرئيسي لتطوير منطقه المعموره بكامل مشتملاتها لتتكامل مع المخطط الرئيسي لمشروع تطوير حدائق قصر المنتزه طبقا لاتجاه سيادتكم يا فندم، وبتكلفة استثمارية حوالي 5 مليار جنيه. وأيضا نتشرف اليوم بأن نفتتح بيت من بيوت الله مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض. تم إنشاء مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض بأرض الغابة الشجرية المقابلة لمبنى ديوان عام محافظة الأسكندرية على قطعة أرض بمساحة 10.5 فدان. يتضمن مشروع إنشاء مسجد بمساحة 2135 متر مسطح، سعة 1800 مصلى، وممشى جنازات عسكرية بطول 75 متر، وعدد 3 مباني قاعات مناسبات لتسع حتى 3500 فرد، تتكون من عدد 11 قاعة مناسبات رجال و11 قاعة مناسبات سيدات. سيادة الرئيس، لا يخفى على أحد أن متابعة سيادتكم اليومية لتنفيذ كل ما هو مخطط في كل المجالات وصبركم الغير محدود وما تبذلونه من جهد في جميع الظروف ومواصلة الليل بالنهار لإسراع الخطى نحو مستقبل باهر قريب كان له أثر بالغ الأثر في تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وأسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة. إننا جميعا نعلم آمال وتمنيات سيادتكم لهذه المحافظة بكل الخير والتوفيق والسداد وفضل الله عز وجل، وبإرادة ودعم سيادتكم لإغاثة الأسكندرية بعد أن عانت لسنوات من تفشي عدم المسؤولية من مخالفات بناء، مخالفات طرق، تعدي على أراضي الدولة بمختلف الولايات، مخالفات شواطئ. نؤكد أن الدولة لن تتهاون في استرداد الحق بمنتهى الحسم والإصرار من الذين لا يسعون إلا للمصلحة الشخصية دون النظر للمصلحة العامة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسمحوا لي سيادتكم أن أتوجه بالشكر لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة التي ساهمت مساهمة فعالة كي تخرج هذه المشروعات إلى النور، ويأتي على رأسها رئاسة مجلس الوزراء. وما كان من الممكن أن يتم هذا الإنجاز الضخم لو الدعم اللامحدود من القيادة العامة للقوات المسلحة لنتمكن من أداء مهامنا على أكمل وجه. والشكر كل الشكر لرجال الهيئة الهندسية ورجال المنطقة الشمالية العسكرية الذين يواصلون العمل ليل نهار من أجل الحفاظ على كفاءتهم القتالية والمشاركة في عملية البناء والتنمية، ليكون شعارهم يد تبني ويد تحمل السلاح. عاشت مصر قوية أبية مصانة، وحمى الله شعبها من كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا أحمد، أنا بس عايز قبل ما نخش على الافتتاحات نأكد على موضوع الجزء المتبقي من محور المحمودية، وده الهيئة الهندسية بالتنسيق مع محافظة البحيرة وأجهزة الدولة. نشوف الكلام ده دكتور مصطفى احنا هنتحرك فيه ونعمله ازاي. دي النقطة. النقطة الثانية، انا في نقطة مهمة هنا عايز اشاور عليها في كل المشروعات المطروحة اللي انت طرحتها، واللي احنا لما اتكلمنا فيها قلنا ان احنا عايزين نطرح مشروعات محددة للمستثمرين والمطورين اللي موجودين حتى لا يقال علينا ان احنا ما يعني قفلنا البيبان عليهم ومنعنا البنى والدنيا مش هتمشي كده. لا، زي ما انتم شايفين احنا بنتكلم على كمرحله موجوده دلوقتي انتقاليه ما بين اللي احنا فيه وما بين اللي احنا عايزين نوصل له، اللي هو ان الدوله تستعيد قدرتها على تنظيم العمل بمؤسساتها فيما يخص البناء. يبقى لازم يبقى في مرحله انتقاليه احنا شايفينها ان يتم البناء تحت اشراف الدوله، تحت اشراف الدوله. انا لما بسيب النهارده الكلام ده ما عندي، انا بعترف ما عندناش مؤسسات تستطيع ان تتابع تطورات البناء وتظبطها. وان كان في حد ممكن يراجعني في الكلام دوت يرد علي. المؤسسات اللي موجوده غير قادره على ان هي تضبط الاداء طبقا للرخص المطلوبه او من غير رخص حتى الناس بتبني. ف
فالنهارده احنا بنطرح مشروعات بتخطيط واضح بالتزامات واضحه باشراف مننا، هو يجيب يعني شركته يشتغل يبني يبيع يسوي زي ما عايز، لكن في اطار التخطيط اللي احنا عاملينه. انا بتكلم على مدينه العمريه، بنتكلم على 50,000 وحده سكنيه لكل الطبقات، يعني ما حدش يقول لي انت مهتم فقط ب يعني ببشائر، لا احنا بندي للاسكان اللي هو يعني اللي هو يعني المناطق الخطره، لكن حاطين جنب منه اسكان اجتماعي، حاطين جنب منه اسكان استثماري بدرجاته المختلفه. فانت عندك الفرصه انك انت في اي من مجالات العمل دي تخش في تخطيط احنا عاملينه بارتفاعات محدده بفراغات محدده. هذا التخطيط خش معانا اشتغل خد وبيع زي ما انت عايز طبقا للنسب اللي هتتحدد، ويبقى كده احنا ضمننا ان كل اللي بيتعمل ده بيتعمل طبقا للمعايير وللكود اللي احنا متوافقين عليه. ابقى انا مطمن ان اذا كنا احنا بنتكلم في 100,000 وحده سكنيه هيطلعوا خلال السنتين ثلاثه الجايين دول في المناطق الجديده ديت اللي انا بتكلم عليها، ابقى مطمن ان ال 100,000 وحده سكنيه دول يا دكتور مصطفى طالعين طبقا للمعايير. مطروحين لاهل اسكندريه؟ ايوه مطروحين لاهل اسكندريه. التجربه دي قابله للتنفيذ في اماكن اخرى؟ قابله للتنفيذ في اماكن اخرى. ان احنا نقول للناس الارض اهي، التخطيط اهو، خش اشتغل اعمل بيع للناس زي ما انت كنت بتبيع قبل كده، بس في الاطار ده. في الاطار ده يبقى احنا ضمننا ان احنا على في سيطره على الموضوع، لان هيبقى المشروع له من يتابعه. المشروع له من يتابعه، سواء كانت الهيئه الهندسيه او خطة المنطقه الشماليه العسكريه والشعب الهندسيه اللي موجوده فيها، او حتى من خلال وزاره الاسكان، وزاره الاسكان وحتى المحافظ. كل ده هتبقى كلها جهات معنيه تتابع اللي احنا بنتكلم عليه ده. دي النقطه الاولانيه فيما يخص ليه احنا طرحين الطرح ده لمين؟ لكل مستثمرين العقارات في اسكندريه، لكل الشركات اللي هي راغبه ان يبقى ليها فرصة عمل. الأراضي اهي، التخطيط اهو، والكلام كله معمول بواسطة مكاتب استشارية محترمة عشان تحقق أفضل تخطيط وأفضل تطوير للمنطقة اللي هيتم العمل فيها. أنا مش هطول في الكلام في النقطة اللي أنت قلتها، لأن أنا هيبقى ليا في الآخر كلمتين صغيرين أقولهم في نهاية اليوم يعني، فكمل الافتتاحات بتاعتك. هو بس تأمينا لكلام سيادتك ان فندم فعلا حضرتك بتقوله ده هو اللي بيتم دلوقتي. المستثمر هياخد قطعه الارض مع الرسومات مع كل افتتاح بشائر خير 2 مرحله ثانيه. فندم السيد عبد الفتاح حمدي تمام سكرتير عام محافظ اسكندريه، مقدم سامح عبد القادر منصور المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح طريق أبو قير وصلة المعمورة، ويقوم بالافتتاح السيد خالد جمعة عبد الرحمن سكرتير عام مساعد محافظة اسكندرية، نقيب محمد أحمد إبراهيم المشرف على المشروع.
اي اوامر يا فندم. شكرا. اي اوامر يا فندم. استأذنك في دقيقة واحدة من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم جميعا التحية والتقدير على اليوم النهاردة وعلى كل الافتتاحات اللي تم تنفيذها، وارجو ان يكون وصلنا كلنا ان الملحوظات اللي انا بتكلم عليها فيما يخص التعديات ده ما يقللش ابدا من الجهد اللي بتبذله الحكومة والدولة في كافة القطاعات. واللي انا بقول تاني، الجهد اللي مبذول والنتائج اللي متحققة والله العظيم ما تتعمل في عشرات السنين، ولكن التحدي اللي موجود قدام الدولة المصرية في الموضوعات اللي احنا ذكرناها تحدي كبير، ولازم ان احنا يعني نتصدى ليه بشكل كويس. انا عايز اوجه تحية للمصريين على وعيهم، وانا النقطة دي خلوني اتكلم معاكم فيها، مش هطول فيها قوي، لكن انا كنت متابع كويس قوي على مواقع التواصل وكده ردود الافعال على التطورات اللي بتتم في الازمات الكبيره اللي بتمر بالمنطقه عندنا، وخاصه على حدودنا الغربيه وحتى ملف سد النهضه، وقد ايه المصريين كانوا متحسبين ان احنا يعني او خايفين ان احنا يعني نتورط في حاجه كده ولا كده، وده في حد ذاته امر انا اقدره جدا، لان ده معناه ان احنا وصل بينا كشعب الى انه منتبه وحريص وقلق على يعني انجازاته، وقلق على قوات المسلحه، وقلق على ان احنا الدوله تنزلق لاي اجراء مش يعني ما يكونش لصالحها. فانا بسجل احترامي وتقديري لهذا الوعي، وبقول نعم نشارك اكتر، نتكلم اكتر، والموضوعات اللي انا اتكلمت فيها ديت ارجو اني على مواقع التواصل الاجتماعي شباب مصر لو سمحتم تصدوا معنا بنشر مزيد من الوعي في القضايا اللي انا اتكلمت عنها النهارده. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، وانا اتكلمت فيها بسرعه كده وقلت ان احنا مهم ان احنا لا نتعجل في الحكم على قرارات الدوله بتقوم بيها، لان هي الهدف دي قرارات مدروسه ومدروسه على مستوى الدوله، فمش يعني فيعني الموضوع نقدها او مناقشتها مش مرفوض، ولكن لا تتعجلوا بالحكم عليها. وهديكم مثال انا قلته في وسط الكلام، احنا قلنا يا جماعه لو كان حجم الانفاق اللي احنا صرفناه من 30 سنه 40 سنه على مدن جديده ما كناش هننفق على القاهره ولا الاسكندريه ربع اللي احنا بننفقه دلوقتي لمعالجه الاوضاع اللي احنا بنتكلم عليها ديت. يعني اقول ان محافظه اسكندريه تستوعب مليون، خلاص المليون ده معناه ان الوعاء ما بقاش يستحمل اكتر من كده، يبقى احنا نروح على مدينه ارض جديده خالص نخططها ونعمل مجتمع عمراني متكامل ونعمل بنيتها الاساسيه، تكلفتها مع في بنائها لا مش ممكن ابدا هيكافئ التكلفه اللي احنا بندفعها لمعالجة الأخطاء. وعشان كده لما كنا بنتكلم في العاصمة وبنتكلم في المدن الجديدة كتير من المواطنين ساعتها، ومش حتى المواطنين، يمكن بعض الـ يعني المعلقين أو كده، كان يقول لك لازمته إيه؟ ده معنى أنك أنت بتتكلم في لازمته إيه؟ ده أنت ما أنتش عارف خالص القضية اللي إحنا فيها، أنت ما درستش وما بتذاكرش أنا أسف أني بقول كده، لأن أنت تذاكر وتخلي بالك، خلي بالك عشان تعرف لما تتكلم الناس بتسمعك وبتسمع اللي انت بتقوله يقول لك لا ده عارف يعني ايه دولة، عارف يعني ايه دولة، دولة قصة تانية غير كتير من التناول اللي احنا بنتناوله. انا اسف ان لكم كده، لكن انا بقول ان ده امر من فضلكم ما تستعجلوش في الحكم، زي موضوع المحور اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده ساعة لما جينا نعمله احنا فوجئنا يعني مش احنا بس بنجابه ازاي نعمل ولا هنجيب تكاليف العمل منين، لان احنا بنجابه كمان يعني بحاله من التشكيك ويعني وده امر من فضلكم عشان احنا كمان نبقى انا بالنسبه لي معنوياتي ما بتتاثرش وقراري ما بيتغيرش، قراري ما بيتغيرش لانه مش قرار ناجم عن هوى، لا
ده دراسات ومسؤولين في الدولة بتتكلم، وكل مسؤول منهم لديه من المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات اللي تخليه يتكلم كلامه ويحط تخطيط قابل للتنفيذ والتحدي يعني. فأنا أرجو بس النقطة دي، خاصة إن إحنا في عندنا ناس جوه مصر مغرضة وبره مصر مغرضة بتتناول القضايا دي وتتكلم معاكم وتقول كلام صدقوني والله يعني، هم عايزين مصلحة بلدنا يعني، عايزين مصلحة بلدنا صحيح يعني. الناس اللي بتتكلم في القنوات ديت، الدكتور مصطفى، عايزين مصلحة بلدنا صحيح؟ والله العظيم والله العظيم لو قدروا يدمروها يدمروها، ويقول لك لا لينا ولا ليهم. يا محمد لا ايه؟ لا لينا ولا نخربها، لا هم يعيشوا ولا احنا نعيش. ليه؟ والله احنا لو نقدر نعمرها ونبنيها لأي حد هنبنيها ونعمرها لأي حد. انا اتكلمت في النقطه بتاعه الاصلاح الاقتصادي ونتائجه، والدكتور محمد معيد كمل الكلام في ان احنا ماشيين، وانا باكد لكم حتى معدل التضخم اللي موجود في مصر ده برضو ده معدل غير مسبوق في 10 سنين، مش كده يعني؟ معدل غير مسبوق في 10 سنين او 12 سنه لم نصل الى معدلات تضخم بالحجم اللي هو اللي احنا وصلنا له بفضل الله وبفضل الجهد المبذول. وزي ما قلت كده، التصنيف الائتماني لمصر اتحافظ عليه من 3 مؤسسات معتبره، وده عباره عن محصله جهدكم اللي انتم يا مصريين كنتوا شركاء حقيقيين بتحملكم للمعاناه اللي صاحبه الاصلاح الاقتصادي. ولو ما كناش ربنا وفقنا وقدرنا نتحرك فيه، احنا كنا هنبقى في مشكله كبيره جدا جدا خلال الازمه اللي احنا موجودين فيها ديت. وبمناسبه الازمه اللي احنا موجودين فيها، تاني زي ما انتم شايفين الدول تاني ابتدت ترجع لاجراءات، واخشى ان احنا في مصر لو ما خدناش بالنا، انا بتكلم على كورونا تحديدا، لو ما خدناش بالنا ان احنا نضطر ان احنا ناخد اجراءات يعني احترازيه اكتر ما كنا احنا موجودين. من فضلكم نجحنا في اللي فات لسه لم يكتمل، ولسه بيقابلوا تحدي الشتاء القادم. حتى الان العالم بيقول ان احنا ده المتخصصين في الموضوع بيتكلموا ان احنا لسه قدامنا مش اقل من سنه عقبال ما نقدر نقول ان بقى فيه يعني معالجه لهذه الازمه، ان ما كانش اكتر من كده. فانا باكد مع الاعلام واجهزه الدوله وكل المعنيين وبرضه شبابنا، من فضلكم تاني لا يعني لن نتوقف عن الاجراءات الاحترازيه وموضوع الامان، واحنا داخلين على موسم مدارس وجامعات مش عايزين نتوقف، ونتاثر هذا الموضوع. الموضوع ده اتكلمت فيه وباكده، بس موضوع التصالح لو سمحتم، احنا قلنا 6 شهور يا دكتور مصطفى ومؤسسات الدوله بالكامل عشان ننهي هذا الموضوع، ما نوقفش مصالح الناس اكتر من كده، ومش بس كده عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لهم. والست شهور انا اتصور بالاجراءات اللي اتعملت مع اللجان اللي اتشكلت على مستوى المحافظين، وبقول لهم بقول للساده المحافظين باللجان اللي موجوده ديت، من فضلكم خلوا قلبكم جامد وانهوا موضوع التصالح عشان نقدر نقول خلصنا الملف ده بشكل نهائي. مش عايزين نطول اكتر من 6 شهور يا دكتور مصطفى. مرة تانية أنا بوجه التحية للجميع فيما تم عرضه النهاردة، وعايز أقول لكم إن إحنا لدينا مشاريع كثيرة جدا جدا تم إنجازها جاهزة للافتتاح، وده جهد الدولة وجهد الحكومة وجهدكم، جهد الناس، جهد كل المصريين. مرة تانية شكرا، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا. رغم كل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة المصرية، ولكن بالفعل تحققت إنجازات غير مسبوقة وملموسة للمواطن المصري.
ملحمة تنموية تشهدها حاليا جميع محافظات الجمهورية من خلال المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها. الآن بنستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية إذانا بافتتاح المشروعات التي تم تنفيذها في الإسكندرية.